قبل لا نروح في صورة تشوفها، هذه الصورة صار عليها ردود أفعال كثيرة، عزك الله وعز الله السادة المشاهدين مع الكلب. هذه الصورة صار عليها ردود أفعال كثيرة، يمكن خذت أكبر من حجمها لو نقدر نقول. دامك وياي الحين، حلو، أبيك تفضل وياي من غير خوف. أكيد خلنا نراويك سبب الحب اللي أحمله لهذا الحيوان بسبب الوفاة. تبي توديني عند الكلب؟ تعال بذمتك ما يسوي شيء؟ إن شاء الله ما يسوي شيء. توكل على الله. خندش. هو صوته يخرع بس. هو قال يبي يوصل رسالة من خلال ويبي يجاوب على سؤالنا. انت الحين وياهم، شنو الرساله اللي بتوصلها وشلون تجاوب؟ بس عاد انا اللي خايف الحين. اولا سؤال ذمتك، وين كان شكلهم يخرع؟ تصرفاتهم معك خرعوك؟ لا صراحه، على فكره ترى انا من الناس اللي ما اتعامل مع الكلب واخاف نوعا ما، ولا الحين خايف نوعا ما. وعندنا مجموعه من الطاقم اللي وياك فيهم فوبيا. فوبيا منهم قاسم. منهم قاسم المصور. قاسم هو الوحيد اللي داخل ويانا، صح، ولا تعرضوا له ولا سووا لهم ولا سووا له شيء. هذا المخلوق الله وضع فيه وفاء، وما يبي من الانسان الا المحبه وانه يقابله الوفاء هذا. فيعني اذا كان في بعض الناس يرون بان تصويري معاهم امر يعيب، فانا اعتذر منهم، لكن هذه حياتي الشخصيه وانتم في ضيافتي، وحبيت اراويكم وضعي الطبيعي يوم الويكند الجمعه مع اهلي واخواني والحيوانات الاليفه اللي انا ربيهم. هذه الرساله اللي كنت ابي الناس يشوفونها، شنو مدى الحنيه والوفاء اللي تحملها هذه المخلوقات. كلش كثر تطلع عليهم وتغيب عنهم وترد؟ اسبوع، كل اسبوع مرة. كل اسبوع كل اسبوع كل اسبوع ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا برافو.